السلام عليكم. تزوج بامرأة أكبر من أمه دون أن يلمسها، وعند الطلاق اكتشف سر خطير جعله يبكي طوال ما هو عايش. ولكن فضلا قبل أن نبدأ، اخبط لايك واشترك في القناة ويلا بنا نبدأ. القصة غريبة جدا، وهي أن مجموعة من الطلاب قاموا بالتسجيل بإحدى الجامعات في شمال المملكة، حيث أن الدراسة هناك أسهل مما هي في مدينتهم، وسكنوا في إحدى القرى القريبة من الجامعة. أخذ الطلاب يترددون على الجامعة، وفي نهاية العطلة الأسبوعية يعودون إلى مدينتهم للسلام على أهاليهم. وبينما أحد الطلاب يتجول في القرية، لفت انتباهه امرأة كبيرة في السن ترعى غنمها في الصباح لتعود إلى منزلها المتواضع في المساء. رق حالها له وسأل أهل القرية عنها، فأجابوه أنها هكذا كل يوم تذهب بغنمها لترعى في الخلاء وفي المساء تعود. سألهم وأين أولادها، أجابوه أنها ليس لها أحد في هذه الدنيا أبدا. سكت الطالب وذهب، لكنه شغل باله حال هذه العجوز. وفي يوم من الأيام بينما هو يراقبها اقترب منها ليحدثها، سلم عليها فردت السلام. سألها عن حالها، أجابت أن ليس لي أحد أبدا في هذه الدنيا. وأخذ يتجاذبان الأحاديث، فسألها عن أمنياتها في هذه الدنيا، أجابت أتمنى أن أرى الحرم المكي والمدني وأأخذ عمرة وحجة، لكن لا أستطيع لأنه ليس لي محرم يسافر معي. ذهب الطالب وأخذ يفكر بأمرها وما تريده من هذه الدنيا سوى العمرة والحجة. حينها آتته فكرة بأن يتزوج العجوز ومن ثم يذهب بها للحج والعمرة، وإذا عاد طلقها، وبذلك يكون قد حقق لها أمنيتها. وفي الصباح ذهب لإحدى المشايخ ليخبره بما أراد فعله، أجابه بأنه عين الصواب، لكن أخبر العجوز إن رغبت أتممنا لكم الجواز. ذهب الطالب إلى العجوز وطرح عليها الفكرة، أجابته بأنها موافقة على ما أراده، فعقد قران الطالب على العجوز، ومن ثم ذهب بها إلى مكة والمدينة وتركها حتى طابت نفسها، فأدت فريضة الحج وأخذت عمرة. ثم عادوا، حينما عاد أبلغها أنه انتهت مهمته وهو يريد تطليقها. قالت له دعني على ذمتك واذهب حيثما شئت لا عليك. تركها وانتهت دراسة الطالب في هذه المدينة، وأراد أن يرحل إلى مدينته. أخبر العجوز بأنه راحل إلى مدينته دون عودة، وأنه يريد أن يطلقها. أجابته لا تفعل واذهب حيثما شئت. قال لها أنه لن يحضر إلى هذه المدينة أبدا. رضيت بذلك، لكنها رفضت أن يطلقها. ذهب الطالب إلى مدينته دون عودة ولم يطلق العجوز. وبعد مدة، وبينما هو بإحدى مجالس الشباب، جلس أصدقاءه يمازحونه ويسألونه عن العجوز وماذا حدث لها. أجابهم أنه لا يدري عن أمرها شيئا. وبينما هو جالس لوحده، حدثته نفسه أن يزور العجوز ليرى ما خبرها. وصل إلى مدينتها وذهب لقريتها التي تسكن فيها، سأل عنها فضحك منه السكان وأجابوه بأنها قد توفيت حزنا. حزن عليها، وبينما هو كذلك قالوا له بكل سخرية، أتريد ميراثك منها؟ اذهب إلى منزلك المتواضع لتحصل على بقايا أغراضها القديمة. وهناك وجد الشاب كشة صغيرة تحتوي على ثيابها، وبينما هو يتأملها إذا بورقة صغيرة تسقط بين يديها وقد تم طيها بقوة. قام الشاب بفتحها لعلها وصيته ليرى ما فيها، ليفاجئ أنها ورقة لصق أرض ورثته من ابن عمها، حيث أن هذه الأرض تقع على شاطئ جدة، موقع استراتيجي. حينها أخذها الشاب وذهب إلى الأرض ليبيعها، فوجدها بأغلى ثمن، وهناك باعها ب3 ملايين ليعود إلى أصدقائه وكله عزة وفخر بما عمله بتلك العجوز المسكينة، ولعل ذلك مكافأة على حسن نيته الصادقة، أعطاه الله على قدر نيته. سبحانك ربي لا إله إلا أنت، أستحلفكم بالله ألا تنسوا مشاركة الفيديو مع أصدقائكم، فأنتم تساهمون في نشر الخير الكثير.